مشاهدينا الكرام، نتوقف أمام يعني بعض اللقطات الإنسانية التي نتابعها هنا وهناك خلال عملية التصويت. هذا شرطي يساعد سيدة مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى تصل إلى لجنة هي في الأنفوشي في الأسكندرية. يعني أصبحنا نعتاد لقطات إنسانية بسيطة وجميلة في يعني عملية التصويت في مصر خلال السنوات الأخيرة، هذه هي إحداها. يعني هي أصلا مصرة على التصويت، متمسكة بهذا الحق الدستوري، لم يمنعها كبر السن أو يعني الاحتياج الخاص أو الإعاقة التي تمر بها عن الإدلاء بصوتها، والشرطي لم يبخل عليها بالمجهود للمساعدة حتى تصل بأبسط شكل ممكن وأيسر شكل ممكن إلى اللجنة وتدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.